ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. خرجنا الشارع كما العادة، كل إعادة فيها إفادة. غنسولو المواطنين شكون المنتخب اللي غتشجعوا في كأس العالم من غير المغرب؟ إلا بغيتوا تعرفوا شكون المنتخب أجيو معنا. وعليكم السلام. سيدي بخير. الله يحفظك. دابا كأس العالم قريب، شكون المنتخب اللي غتشجع من غير المغرب؟ المغرب غنشجعوه بدون مناقشة، ولكن شي منتخب أخر عندك محبوب؟ واش غنقول لك؟ هاد كأس قطر، كأس العالم غادي يكونوا مفاجآت بالنسبة للفرق. الكرة فيها البرد، ما تقدرش تعرف. منفوخة بالبرد. واللي تابعها تابع البرد. واللي تابعها هو تابع البرد. ولكن المنتخب اللي غتشجع أنت من غير المغرب؟ شوف أنا أنتيا كتعجبني بالنسبة لك في إعلام، كتفتح لنا الشاهية باش نتكلموا براحتنا. الله يحفظك. غادي نهضر براحتي. خذ راحتك. ما تبقاش تقول لي واش غتشجع واش غتشجع. خذ راحتك. دابا أنا أش غنقول لك؟ أنا المغرب غنموت معاه، غنشجعو. غتشجع المغرب؟ غادي نشجع المغرب باش ما كان، وخا نخسرو. المهم المشاركة. وليد الكراكي مغربي، لعابة مغاربة، المكتب مغربي، علاش ما نشجعوش أخويا المغرب؟ ماشي نقولوا راه الطيارة خدامة راه غيرجعوا بحالاتهم. لا غتشجع المغرب، ولكن شي منتخب أخر عندك يعني كتميل ليه؟ راه تقدر تقول تقول برازيل. برازيل كانت ديما كتربح. تقدر تقول السنغال، تقدر تقول شنقول لك، غيكونوا مفاجآت. ما تقدرش تقول هنا الكره فيها الحرب والقتال. نشجع عندك الكاميرون ولا السنغال؟ فهمتي، كنتفائل بالقاره الافريقيه، خاصنا نهزوا بها. وعلاش الكاميرون والسنغال؟ حيت حنا حيت نورمالمون ديما كنشوفوا حنا الدول الاوروبيه او الدول ديال امريكا اللاتينيه هما الاولين ديما كتشوفهم في كاس العالم. حنا قليل في كتشوف في الدور الثاني ولا الدور مثلا في الربع النهائي ولا النصف النهائي. حنا نتمناو الى كاع المغرب، حنا متفائلين بالمغرب. ما دازش المغرب تقدر يدوز الكاميرون وتقدر تدوز السنغال، ونتفائل بالسنغال اكثر حيت طاحت واحد المجموعه اللي شويه ساهله، والسنغال عندها واحد ليكيب تنقول لك واحد ليفيكتيف مزيان. غير المغرب نشجع المغرب. المغرب المغرب عندنا فرق زوينين، عندنا دراري لعابه، عندنا في الوداد عندنا مدرب مزيان مغربي. نشجع المغرب. يعني ما كاينش شي منتخب اخر في دماغك باغي تشجع؟ انا المغرب ما نكذبش عليك، هو اللي في النظر ديالي المغرب. وفي نظرك واش غيتاهلوا للدور الثاني؟ ان شاء الله يقدروا يدوز الثاني والثالث. حنا بغينا الفينال، بغينا نمشيو للفينال ان شاء الله. غير المغرب. كاميرون. كاميرون شكون اللاعب اللي عزيز عليك في الكاميرون؟ روجو ميلا. لاسيان جوور ديال الكاميرون روجو ميلا. وفي نظرك الكاميرون غيتاهل للدور الثاني؟ لا ما غيتأهلش. ما يتأهلش. أو الكاميرون عزيز عليكم ما غيتأهلش. ما يتأهلش. بكل توادي. بكل توادي. المنتخب اللي غتشجع؟ غادي نشجع المغرب. 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 المغرب إنه مواطن ديالنا المغرب في الروح وفي الدم. الله الوطن الملك. من غير المغرب والو. من غير المغرب ما نشجع حتى فرقة.